طلبات من مدرسة ثانوية عشتار الأهلية للبنات، نقدم لكم درسا آخر من دروس الفيزياء للصف السادس الأحياء. راح نتعرف فيكم اليوم على قانون لينز. طبعا نص القانون راح نستنتجه من خلال انه نجري التجربة الآتية. احنا في قاعدة الحث الكهرومغناطيسي سابقا عرفنا انه يمكن توليد تيار محدث و فولتية محدثة E-induction نسميها قوة دافعة كهربائية محدثة. ولدنا تيار محدث وقوة دافعة كهربائية محدثة في دائرة كهربائية مقفلة دون وجود بطارية عن طريق ماذا؟ عن طريق التغير بالفيض المغناطيسي لوحدة الزمن الذي يخترق سواء كان عندنا حلقة أو ملف. إذا نلاحظ هنا طالبات راح أيضا نولد تيار محدث، لكن يا ترى هذا التيار المحدث اللي أنا راح أولده هل هناك استفادة فائدة عملية منه؟ هل يمكن أن نستفاد من هذا التيار المحدث؟ راح نجري التجربة الآتية. نأخذ ساق مغناطيسية راح أقربها من حلقة موصلة ومقفلة، إذا أصبح عندي مجالين أيضا متعامدين، مجال مغناطيسي الذي يمثل الساقة المغناطيسية وحلقة موصلة مقفلة اللي راح تمثل لنا ماذا؟ تمثل المجال الكهربائي. لو نلاحظ خطوط المجال، إحنا نعرف أنها خطوط المجال المغناطيسي تنبع من القطب الشمالي أين تذهب إلى القطب الجنوبي. حاليا إذا كانت سرعة الساق صفر أي ساكنة لا يتولد تيار محدث، لكن في حالة الاقتراب قطب شمالي من وجه حلقة مواصلة. عند الاقتراب احنا كلنا نعرف حالة الاقتراب ايش راح يكون عندي نوع التغير بالفيض المغناطيسي للزمن؟ راح يكون متزايد اكبر من الصفر. لاحظوا المجال هذا كلها خطوط المجال تقترب من الحلقة المواصلة، اذا عندي تزايد بالفيض المغناطيسي. إذا هذا المجال المغناطيسي هذا أسميه الخارجي، هذا اللي راح يولد لنا التيار المحدث حسب قاعدة الكف الأيمن. إذا بدوره هذا التيار المحدث راح يولد مجال مغناطيسي محدث يعكس بتأثيره لمن؟ التيار الخارجي. فإذا كان المجال المغناطيسي الخارجي نحو الأسفل، إذا راح أعينه نحو الأعلى، إذا حسب قاعدة الكف الأيمن، إذا اتجاه التيار ايش راح يكون؟ عكس دوران عقارب الساعة، لأن البيئة المحدثة الذي ولدنا هذا التيار راح تكون نحو الأعلى. يعني راح يكون هذا هو البيئة المحدثة، منو اللي ولد لي اياه؟ التيار المحدث اللي ايش راح يكون؟ عكس دوران عقارب الساعة. لاحظوا الطالبات ننتبه هنا بتقريب الساق من حلقة موصلة مقفلة راح يكون عندي تزايد بالفيض المغناطيسي. إذا أنا عندي تزايد بالفيض المغناطيسي كأنه البي المحدث الاندكشن اللي ولدها التيار تحاول ان تبعد الساق نتيجة تزايد بالفيض المغناطيسي للزمن اللي يخترق الحلقة. اذا بهاي الحالة البي محدثة راح تكون نحو الاعلى واتجاه التيار عكس دوران عقارب الساعة حسب قاعدة الكف الايمن. اذا نلاحظ هنا الطالبات راح تتولد قوة تحاول ان تبعد المغناطيس نحو الأعلى، قوة مغناطيسية. بما أنه تبعد، إذا هذا القطب شمال لي شمالي، إيش راح نستنتج يظهر؟ يا قطب على وجه هذه الحلقة قطب
شمال المدن شابهين بالأقطاب، إذا هاي القوة للأعلى أسميها قوة تنافر. هذا يمثل لي أنه يعاكس بتأثيره حسب يا قانون حسب قانون لينز بي اندكشن، لكن البي الخارجي راح يكون حسب قانون فاراداي، انه انا عندي مجالين بالاقتراب ايش صار عندنا تغير بالفعل، نوع التغير هو راح يكون متزايد، هذا فاراداي. لكن لينز انه انا راح استفاد من تعيين اتجاه التيار المحدث هذا، اعين الاتجاه، ولدنا بي اندكشن يعاكس الاصلي راح تتولد قوة تنافر تبعد الساقين نحو الاعلى. هذه حالة الاقتراب. حالة الابتعاد ايضا نفس المجال المغناطيسي الخارجي اللي يولد لنا التيار، هذا اسميه بي خارجي حسب حث الكهرومغناطيسي فاراداي انه بالاقتراب او الابتعاد حاليا. من يبتعد شو يصير بالمجال المغناطيسي؟ شو يصير عندي هنا؟ يقل بالابتعاد، تتقل خطوط المجال. اذا معناها نوع التغير بالفرد للزمن ايش راح يكون؟ راح يكون اقل من صفر، متناقص. لكن ايش كان هنا عندنا؟ متزايد. فإذا أنا الفيض المغناطيسي الخارجي اللي راح يولد التيار متناقص، إذا أحاول أن أبقي أكبر فترة بقاء الساق حتى أعوض عن ماذا؟ عن النقص الحاصل، إذا أحاول أن تبقى الساق المغناطيسية، إذا اتجاه التيار راح يولد بي اندكشن محتثة بنفس اتجاه بي خارجي، إذا معناها اتجاه التيار المحتث راح يكون مع دوران عقارب الساعة، راح يكون بهالشكل. هذا I induction مع دوران عقارب الساعة، إذا راح يتولد B induction. لو ألاحظ مع اتجاه B خارجي، حتى شنو السبب هنا؟ أعوض النقص الحاصل بابتعاد الساق، لأن يعني أنا عندي الفيض المتغير مع الزمن ماذا؟ متناقص، إذا أنا أحاول أن يبقى أطول فترة ممكنة، فمن أجل أن يبقى الساق المغناطيسية، إحنا عندنا قطب شمالي، إيش راح يتولد؟ ماذا يتولد على وجه الحلقة؟ راح يتولد قطب مخالف جنوبي، من أجل أن تظهر قوة مغناطيسية نحو الأسفل، نسميها قوة تجاهل حتى أعوض النقص الحاصل عندنا طالبات. هذه الحالة إذا كان القطب الشمالي اقتراب أو القطب الشمالي في حالة الابتعاد. إذا ننتبه على مفهوم أو ما هو نص قانون لينز. التيار المحدث في دائرة مقفلة يمتلك اتجاه. أني أحفظ التعريف على من؟ على الرسم. لاحظوا هنا اتجاه التيار المحدث في دائرة كهربائية مقفلة يمتلك اتجاه، بحيث أن مجاله المغناطيسي المحدث، هذا المجال المغناطيسي المحدث يعاكس بتأثيره لمن؟ للمجال الخارجي. من الذي ولد هذا التيار؟ هو المجال الخارجي. نرجع نكمل التعريف. يكون معاكس بتأثيره للتغير في الفيض المغناطيسي الذي ولد هذا التيار. إذا ننتبه طالبات، نعيد نص لينز وانتبهوا عليه بايرنج بالوزاري. التيار المحدث في دائرة كهربائية مقفلة يمتلك اتجاه، بحيث أن مجاله المغناطيسي المحدث يعاكس بتأثيره للمجال الذي ولد من؟ طالبات، هسه احنا اخذنا حالة الاقتراب وحالة الابتعاد عندما كان القطب شمالي. إذا هنا راح يكون القطب جنوبي، شنو الاختلاف اللي راح يصير عندي؟ احنا عندنا خطوط المجال راح تنبع من
بالخارج. فإذا كانت حالة اقتراب الساق من وجه الحلقة موصل، إذا نعرف أنه إحنا عندنا مجالين متعامدين مغناطيسي وكهربائي، إذا بهاي الحالة ننتبه كل اقتراب ماذا يحدث للفرد مع الزمن؟ متزايد. هذا أقصد بيها متزايد. إذا متزايد إذا راح يكون التيار المحدث بهاي الحالة مع اتجاه عقارب الساعة. السبب لأن إحنا أنا عندي زيادة بالفرد، ما أريد المغناطيس أن يبقى أطول فترة ممكنة، إذا التيار المحدث راح يكون البي المحدث اللي يولدها نحو الأسفل واتجاهها مع عقارب الساعة. يعني راح يكون اتجاه التيار بهالشكل. هذا هاي اندكشن من ولده مجال خارجي نتيجة اقتراب تغير بالفعل ينطي لي تيار محدث دون وجود بطارية، أي في دائرة كهربائية مقفلة. إذا هنا طالبات راح يكون عندنا ألاحظ باندكشن بهالاتجاه راح تكون معاكسة لمن؟ معاكسة لي خارجي الذي ولد التيار. نعيد طالبات ننتبه، حالة الاقتراب من وجه حلقة تزايد بالفعل، تزايد بالفعل هذا التيار اتجاهه راح يولد لنا بي اندكشن تعاكس بخارجي دائما بالتزايد. لاحظوا بخارجي عاكست بي اندكشن اللي ولدها التيار المحدث كل تزايد. يعني الأساس بالحالة الاقتراب هي نفس المعلومات، لكن الاختلاف أين طالبات وين راح يكون؟ الاختلاف فقط راح يكون انعكاس اتجاه التيار في حالة من ينعكس القطب، لكن التزايد نفسه بإندكشن تعاكس التأثير الخارجي من التيار نفسه، التزايد أيضا نفسه. إذا فقط هنا راح تكون بإندكشن بهالحالة. إذا شو راح تولد لنا؟ قوة تنافر. أي ما تتولد لنا قوة تنافر هي عندي تزايد. تتولد قوة مغناطيسية نحو الأعلى تنافر. إذا أنا كان القطب جنوبي، إذا مش راح يتولد على وجه الحلقة جنوبي حتى تبعد قوة التنافر هذا الساق المغناطيسي. هذه في حالة الاقتراب من ينعكس اتجاه القطب. مكان شمالي يصبح ماذا؟ جنوبي. الحالة الأخرى اللي هي حالة الابتعاد. إذا نفس المعلومات فقط اتجاه التيار راح ينعكس. إذا ابتعاد شو يصير بالفعل مع الزمن؟ أيضاً ماذا؟ متناقص. لاحظ نفس الخطوط المجال هنا بهالشكل. هذا بي خارجي، هذا اللي ولد راح يولد التيار. نتيجة الابتعاد خطوط المجال المغناطيسي راح تقل، راح يصير عندي نقصان بالفعل المتزايد نتيجة الابتعاد. إذا بهاي الحالة حتى أعوض النقص الحاصل اتجاه التيار راح يكون مع عقارب الساعة. من أجل ماذا؟ حتى يتولد عندنا البي اندكشن بنفس اتجاه من؟ بي خارجي. من اجل ان اعوض النقص الحاصل راح تتولد بي اندكشن باتجاه مع خارجي الفيض الخارجي. اذا بهالحاله حسب اليد اليمنى اذا اتجاه التيار ايش راح يكون؟ عكس دوران عقارب الساعه. أنا عندي نقص، أصبح المجالين بنفس الاتجاه والمغناطيس ده يبتعد. أنا أريد أبقي المغناطيس أطول فترة ممكنة حتى نعوض التناقص اللي عندنا. إذا لازم يتولد على وجه الحلقة قطب شمالي. السبب حتى تبقى عندي قوة تجذب المغناطيس قوة أسميها تجاذب، أي نحو الأسفل. بهالحالة إذا طالبات حصلنا على أنه أنا عوضت عن هذا النقص باقتراب المغناطيس.
الحالات كلها نفس الأساس، كل ابتعاد تناقص بإندكشن مع بخارجي، بإندكشن مع بخارجي، لكن الاختلاف أين طالبات؟ فقط اتجاه التيار راح ينعكس. لاحظوا هاي الحالتين من يصير عندي انعكاس بالقطب، كل اقتراب راح يكون عندنا تزايد، تزايد بهاي الحالة لازم أنا القوة التنافر تصير للأعلى لأن عندي تزايد بماذا؟ بالفعل. لاحظ دائما بإندكشن والخارجي متعاكسات، بإندكشن والخارجي متعاكسات. إذا نص قانون لينز هو التيار المحدث في دائرة كهربائية مقفلة يمتلك اتجاه بحيث أن مجاله الخارجي، المجال المغناطيسي المحدث لهذا التيار يعكس بتأثير المجال الخارجي. زين، هذا المجال الخارجي شنو دوره؟ ما هو دوره؟ دوره ولد لنا التيار المحدث. معناها الخارجي ولد اي اندكشن حسب من؟ حسب فاراداي. لكن البي محدث ولد التيار حسب من؟ حسب لينز. هاي بالنسبة إلى مفهوم قانون لينز. إذا طالبات بعد أن تعرفنا كيفية ابتعاد الساقة المغناطيسية واقترابها يتولد بالحالتين تيار المحدث. نص قانون لينز كتعريف: التيار المحدث في دائرة كهربائية مقفلة يمتلك اتجاه بحيث أن مجاله المغناطيسي المحدث يعاكس بتأثيره المجال المغناطيسي الخارجي. طيب هذا المجال المغناطيسي الخارجي لماذا تسبب؟ الذي ولد التيار المحدث حسب من؟ حسب العالم فاراداي. التيار المحدث في دائرة كهربائية مقفلة يمتلك اتجاه بحيث أن مجاله المغناطيسي المحدث اللي يمثل ماذا؟ بي اندكشن يعاكس بتأثيره. ننتبه إلى كلمة معاكس بتأثيره، إذن للتغير بالفعل. هذا شو يقصد بي؟ بخارجي. بخارجي حسب فاراداي ماذا ولد؟ ولد لنا التيار اللي يمثل لنا اي اندكشن. اذا السؤال الناطق، ما هي الفائده العمليه من تطبيق قانون لينز؟ وهذا السؤال كان وايد يجي بالوزاره. الفائده اذا طالبات، اولا يفيد في تعيين اتجاه التيار المحدث، يفيد في تعيين اتجاه التيار المحدث. ثانيا يعد تطبيقا لقانون حفظ الطاقة. إذن النقطة الأولى يعين اتجاه التيار المحدث، النقطة الثانية يعد تطبيقا لقانون حفظ الطاقة. إذا احنا نريد نفهم كيف يعد أو علل قانون حفظ الطاقة، شلون يعد قانون لينز؟ يعني هنا ممكن أن يجيني على شكل علل يعد قانون لينز تطبيقا لقانون حفظ الطاقة. يبقى هنا أنا وش أذكركم بقانون حفظ الطاقة. قانون حفظ الطاقة هو الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. وإنما من شكل إلى آخر. هذا إحنا ما مطلوب من عندنا طالبات
الأجل تتحول من شكل إلى آخر. إحنا شنو كان عندنا؟ كان عندنا الساق اللي يمثل المجال المغناطيسي، القطب الجنوبي أما يكون هو المقترب أو الشمالي أو مبتعد من من؟ من حلقة موصلة. لكن إذا كان نهاية الحلقة أكو فتح منه، عندي مصباح مربوط بهاي الحلقة. في حالة الاقتراب أو في حالة الابتعاد، شو نلاحظ؟ نلاحظ راح يتوهج هذا المصباح لنا. لكن إذا أصبح المغناطيس ساكن ماكو أي حركة، المصباح راح ينطفي. إذا هاي العملية، عملية اقتراب الساق وابتعاده، ماذا تتطلب؟ إنجاز شغل ميكانيكي، أي طاقة حركية راح تتحول إلى شكل آخر من الطاقة، وهي طاقة كهربائية وطاقة ضوئية أو شكل آخر من الطاقة حسب الحبل المربوط بالدائرة. إذا هنا شلون نجرب يعد قانون من تطبيقا لقانون حفظ الطاقة؟ لأن عملية اقتراب أو ابتعاد الساق تتطلب إنجاز شغل ميكانيكي يتحول إلى نوع آخر من الطاقة إذا كان مربوط حمل بالحلقة. حولنا إلى شكل آخر من الطاقة. ننتبه الطالبات على هذين السؤالين، هواية كانت تتكرر بالوزارة. لحد الآن هذا ما هو رد، ما يجي بالامتحان، ننتبه عليه. ميز بين كثافة الفلظ المغناطيسي الخارجي ب وكثافة الفلظ المغناطيسي المحدث بإندكشن. أريد أعرف البي اللي طلقنا عليها مصطلح خارجي ماذا يمثل؟ والبي اندكشن المحدث ماذا يمثل؟ احنا بصورة عامة كثافة الفلظ المغناطيسي بي راح يكون عندي نوعين، بي خارجي لكن احنا سبب المعاكسة بالتأثير لمن؟ حسب
قانون ليبز. ندخل على قانون الاندكشن عند دوران ملف نواة المولد. السؤال اللي ممكن يجي طبعا هذا الموضوع ما عليه مسائل رياضية وليست الأحيائي. ماذا ينتج عند دوران ملف بسرعة زاوية أوميجا منتظمة داخل مجال مغناطيسي؟ كثافة فيضان ب ومساحة اللفة الواحدة منه أي؟ احنا كنا نقول داخل المولد اكو نواة، هاي النواة تحتوي على قطبين مغناطيس، هذا القطب الشمالي وهذا القطب الجنوبي. ماذا ينشأ بينهما؟ مجال مغناطيسي، هاي يمثل لي خطوط المجال المغناطيسي بي. بين قطبي المغناطيس يعني بهالشكل مصفايحة لها اكو الملف. هذا الملف راح يتعامد مع المجال المغناطيسي. بالضبط كأنه عندي مجال مغناطيسي عمودي مع منحلقة مواصلة مقفلة مع مجال كهربائي. إذا هاي العملية ماذا تمثل؟ تمثل ظاهرة الحرب. راح يدور الملف عند دوران هذا الملف من راح يدور بسرعة زاوية أوميجا. ماذا سينشأ؟ راح يتولد نتيجة الدوران. هذا مساحة اللفة اللي تمثل لي أي، وبي عندي هاي الزاوية اللي ذكرنا سابقا بالدروس الماضية، أحد طرق تغير الفيض تغيير قياس الزاوية بين من؟ متجه المساحة ومتجه كثافة الفيض. فإذا احنا عندنا من راح يدور الملف راح يغير من هذه خطوط المجال، راح يغير فيض مع الزمن. من يغير فيض مع الزمن؟ إذا على طرفي الملف هذا الملف راح تتولد الاندكشن، قوة دافعة كهربائية محدثة. احنا نريد نستنتج القانون الرياضي الاثبات طبعا، والاثبات بالنسبة لهذا الاشتقاق موجود طالبات عندكم في مسائل الفصل السؤال الثالث. من اسئلة الفصل الثاني. إذا الطالبات احنا أول شيء حنشتغل عليه تغير عندي الفيض. القانون الفيض المغناطيسي شو يساوي لي؟ أي بي المساحة في كثافة الفيض في كوساين الزاوية. هنا ليه عندنا الحركة؟ نوع الحركة دورانية. كلنا نعرف السرعة بصورة عامة في إكس على تي. في السرعة إكس على تي. إزاحة على زمن، لكن هذا بيا حركة بالحركة الخطية، لكن هنا نوع الحركة دورانية، إذا السرعة الزاوية، إزاحة الزاوية على الزمن. من هاي المعادلة أريد أطلع الإزاحة، شو تساوي لي؟ عن طريق حاصل ضرب الطرفين في حاصل ضرب الوسطين. شو راح تساوي لي؟ أوميجا تي. إذا راح أعوض عن الإزاحة بالقانون بدلها أوميجا تي. إيش راح ألاحظ القانون؟ إيش راح يصبح؟ الفيض المغناطيسي راح يساوي لي المساحة في كثافة الفيض في كوساين أوميجا تي. إحنا نتيجة الدوران ماذا سيحدث طالبات؟ نتيجة الدوران راح يتغير عند الفيض بالزمن. راح يصبح متغير، فإذا تغير هذا الطرف بالزمن بما معناه الطرف الآخر أيضا راح يتغير بالزمن. عندكم علاقة بالرياضيات، إذا أريد التغير الزمني لمركبة الكوساين أوميجا تي، التغير الزمني المشتقة مالتها شو راح تصير؟ سالب أوميجا ساين راح تنقلب الكوساين إلى ساين أوميجا
متبقي؟ أني يعني إذا أشيل المتغير الزمني لكوسين الزمن مع الزمن التغير، هذا كله راح أشيله أعوض مكانه منه سالب أوميجا ساين أوميجا تي. منو راح ينزل بعد وياي؟ أي أو بي. إذا نلاحظ القانون شو راح يصبح؟ التغير بالفرق للزمن راح يساوي سالب أي بي أوميجا ساين أوميجا تي. شوفوا المعادلة اللي ظهرت عندي. إحنا كنا نعرف قانون إندكشن فاراداي. إذا بما إنه قانون قوة الدافعة الكهربائية محدثة حسب فاراداي، إيش راح تساوي؟ سالب إن عدد اللفات، لأن عندنا ملف التغير بالفعل للزمن. طالبات ما ننتبه، أنا راح أشيل هذا الجزء، المعدل الزمني للتغير بالفعل المغناطيسي اللي هو هذا نفسه، فراح أشيل هذا الجزء أعوض عنه بما يساوي، بما يساوي، شو راح تصبح عندي الإندكشن المعادلة؟ الاندكشن ايش راح تساوي؟ سالب مع السالب راح تصير موجب. كم متغير؟ 1، 2، 3، 4. احفظهم اما اسميهم بان اوميجا او لوبا ساين اوميجا تي. كثافة الفيض في مساحة اللفة، في عدد اللفات، في سرعة الزاوية ساين اوميجا تي. اذا راح ينتج في الإجابة على هذا السؤال قوة دافعة كهربائية، قوة دافعة كهربائية محتثة أين؟ على طرفي الملف. سببها من؟ الحركة الدورانية غيرتني الزاوية أحد طرف تغير الفيض، حصلنا على ماذا؟ لكن الساين هنا ممكن حسب الدالة مالتها كرياضيات، احنا من نرسمها؟ لاحظوا الطالبات، إذا أخذ الرسم علاقته مع الزمن كدالة ساين، متى نحصل على أعظم مقدار؟ من يكون عندي باي على 2 بالجزء الموجب، راح أحصل على أعظم مقدار للقوة الدافعة الكهربائية المحدثة. أسميها إي ماكس، هذه إي في الجزء الموجب، وأيضا عند لحظة معينة أحصل على سالب إي ماكس. انتبه، إحنا بهذا الرسم مو معناه كل المنحني هو ينحني إي ماكس، لا، بالبداية صفر يزداد مقداره ومن ثم انقل، بعدين بالاتجاه المعاكس من ينعكس دوران الملف. إذا معناها أني في لحظة زمنية معينة أحصل على أعظم مقدار عندما تكون الزاوية مرة موجب 90 درجة باي على 2 ومرة سالب باي على 2. إذا بهاي الحالة إيش راح تصبح المعادلة؟ إنه هذه الـ إندكشن أسميها إنستانس اللحظية تساوي إي ماكس ساين أوميجا تي. لكن إذا الأوميجا تي الزاوية هي باي على 2، يعني ساين 90 درجة شو يساوي لي؟ 1. إذا ساين 90 درجة شو يساوي لي؟ 1. اللحظية تساوي إي ماكس. إذا أريد فقط إي ماكس العظمى كثافة الفرد في المساحة اللي هي فقط تبقى بان أوميجا، لأن ساين 90 راح تروح عندنا بتكون 1. فهي هاي الخطوات تقريبا 4 خطوات او 5 لايجاد اي اندكشن على طرفي ملف عند دورانه بسرعه زاويه اوميجا منتظما. هاي بالنسبه للاشتقاق، وذكرنا انه موجود السؤال الثالث من اسئله الفصل. طالبات راح نحل سؤال فكر
جيل الجاذبية الأرضية ام اصغر ام اكبر. هنا لازم احنا وين نروح؟ نروح الى قانون لينز. اتسقط سقطت سقوط حر، يعني شنو العملية؟ اقتراب. زين، اذا اقتراب وقطب شمالي من وجه حلقه، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندنا الفيل المغناطيسي مع الزمن بالاقتراب صوت يعني اكبر من الصفر، اي متزايد. اذا انا عندي فيل متزايد وهذا اسميه بي خارجي، راح يولد لي تيار مهتز. ذكرنا اذا تزايد انا عندي تزايد بالمجال، احاول ان اقلله، ايش راح يتولد؟ التيار راح يولد بمحتف يعاكس بتأثيره خارجي بالأعلى. فإذا يعاكس بتأثيره خارجي الأبهام يشير إلى اتجاه بي اندكشن، معنى ملفة الأصابع اتجاه التيار المحتف عكس دوران عقارب الساعة. عاكس بتأثيره وأني عندي تزايد أحاول أن أبعد الساق للأعلى. عن طريق ماذا تظهر قوة تنافر؟ اف بي للأعلى تنافر شمالي وجه الحلقة قطب شمالي مشابه. هاي الحالة طالبات هي سقطة سقوط حر، لكن اكو قوة مغناطيسية تحاول ان ترفعها للأعلى. اذا تسقط هذه الساق بتعجيل اقل من تعجيل الجاذبية. يعني اذا سقطت والحلقة مفتوحة تسقط دايركت الأرض بتعجيل يساوي تعجيل الجاذبية الأرضية. لكن هنا عندنا ظاهرة حذف ليتولد تيار وقوة رفع نحو الأعلى، ترفع هذا الساق نحو الأعلى اللي هي قوة تنافر المغناطيسية، يعني الجاذبية راح تقل عليها فتسقط بتعجيل أصغر من تعجيل الجاذبية. يقول لي عين هنا السؤال الثاني، عين اتجاه القوة المغناطيسية التي تؤثر فيها الحلقة على الساق أثناء الاقتراب. احنا اللي قدام عينناها، أنا حسب الحالة عرفت اقتراب قطب شمالي، إذا تظهر قوة للأعلى حسب ما درسنا حالات قانون لينز. تظهر لنا قوة تنافر، اتجاه أين الأعلى؟ متى يكون أكبر من تعجيل الجاذبية؟ الابتعاد. ناخذ هاي الحالة، حالة العكس، إذا أنا أبعدت الساق يصير تناقص بالفعل، بقوة التنافر ايش راح تصير؟ تجاذب. فإذا تجاذب تحاول تبقي الساق أطول فترة ممكنة، تجاذب للأسفل القوة المغناطيسية، وأنا عندي تعجيل أرضي للأسفل، إذا ستسقط هذه الساق بتعجيل أكبر من الجاذبية. بقى عندي حالة متى يتساوون؟ ما عندي حد، يعني الساق تكون من المطاط، ساق تكون من الخشب، أو الحلقة تكون مفتوحة. هاي بالنسبة إلى سؤال فكر طالبات. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. طالباتي مع السلامة.